هل هناك فضل في الصلاة في المسجد الكبير عن المساجد الصغيرة؟ ورد حديث في صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاة الرجل مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين، لكن في سنده ضعف. لكن في شرح أحاديث رسول الله عليه الصلاة وردت رواية إن الصلاة في جماعة تعدل 27 رواية، 25 رواية، 23 رواية، 21. قال العلماء في الجمع إذا كان العدد كبيرا فالأجر أكبر.